Kiosk Radio. Yo, yo, yo. Hello? Yeah, there we go. So for the next 2 hours, first and foremost, my name is Tarek. I have here with me Kamel, one of the best Palestinian producers in town. We were given the spot, of course, in light of the events that are happening right now in Gaza and in Palestine overall. We decided to dedicate these 2 hours to music of the Palestinian resistance. So yeah, tune in. And to support, don't stop talking about what's happening. Don't stop your support for Palestinians around you, whether online or they're in person. Check up on them, talk to them, learn from them. Their stories are worth hearing. Don't give in to the propaganda. Make your voice be heard. Make your voice be heard for those who are oppressed. Use your voice to help them instead of participating in the oppression. نزلوا طبايا وشبان يتحدوا للدوريه، شعلان الطف النيران الانتفاضه الشعبيه. نزلوا طبايا وشبان يتحدوا للدوريه، شعلان الطف النيران الانتفاضه الشعبيه. نزلوا ما معهم رصاص يتحدوا للدبابين، عملوا في الشارع متراس وتصدوا للعصابين. نزلوا ما معهم رصاص يتحدوا للدبابين، عملوا في الشارع متراس وتصدوا للعصابين. وسلاحهم كله حجارة وعلى الغاز شنجر غارة، وسلاحهم كله حجارة وعلى الغاز شنجر غارة، وحرروا للمنارة بالجنود القوية. نزلوا صبايا وشبان يتحدوا للدوري، شعلان الطف بنيران الانتفاضة الشعبية. عملوا بوسط الشارع سد بالإطارات الشعلاني، وعلى الدوري كان الرد تبسيم القناني. عملوا بوسط الشارع سد بالإطارات الشعلاني، وعلى الدوري كان الرد تبسيم القناني. Right, everyone, for the next 50 minutes, you will be listening to a track list from the first Intifada and the second Intifada. That's the uprising in Palestine in the 80s and in the 90s, 2000. Some outstanding Palestinian artists, musicians such as Duan Safadi from Nazareth, the iconic Sheikh Imam from Egypt. Remember to join to practice the cultural boycott of Israel. Call of your DJ friends not to play in Israel. Call your platforms, your city clubs, not to invite Israeli DJs who are openly supported and are still supporting the Israeli occupation. Enjoy.
ودبابات مدفعية ودبابات عادي نمصلى وطهب الليل يا الله بالليل بانسارو كانونر بانسارو كانونر ريك تاس متاين قفلن من البد قفلن جوزه موجود على جبال جوزه موجود على جبال وبحارب مع الأحرار بالليل يا الله بالليل مين معنا بحارب في الأغوار بالليل يا الله بالليل من معنار في داي من معنار في داي شمباري مطفي اندن قبلن من بن قبلن جوزه عامل وبن عامل يا جوزه عامل وبن عامل وبحارب الصهيوني بالليل يا الله بالليل من معنار النار بيتري من معنار النار بيتري شمباري مطفي اندن قبلن من بن قبلن جوزه فلاح وبن فلاح جوزه فلاح وبن فلاح وبحرر أراضي بالليل يا الله بالليل من معنار مبونة وشان فرطوش نيوت بوكلن من بن بوكلن والله لطلع على جبال والله لطلع على جبال وحارب مع الثور بالليل يا الله بالليل جوز قلبت البارين جوز قلبت البارين وشفا من المال قفلت من بل قفلت تحيا الثورة الشعبية تحيا الثورة الشعبية لتحرير فلسطين ولتدبير الرجعية ليبيبورا كامراتر ليبيبورا كامراتر إيراس كان قد في أن نفرت في فلسطين تحيا الثورة الشعبية تحيا الثورة الشعبية لتحرير فلسطين ولتدمير الرجعية ليبيبورا كامراتر ليبيبورا كامراتر إيراس كان قد في أن نفرت في فلسطين تحيا الثورة الشعبية تحيا الثورة الشعبية لتحرير فلسطين ولتدمير الرجعية Thank you.
سقط الخوف وعلى مدخل جرحي مات الموت واندثر. سقط الخوف وعلى مدخل جرحي مات الموت واندثر. وعلى شفتي ينتصب الحرف وفي يدي أحمل سلاحي. هذا العالم لا يعرف شيئا عني وعن بلدي. هذا العالم لا يعرف شيئا عني وعن بلدي. عن مذبحة الحقول وعن مذبحة غابة الزيتون. فلسطيني ندفع مهرك أرواحا ودماء. يا أرض فلسطيني ندفع مهرك أرواحا ودماء. ويا شهاد أيلول الأسود. ويا شهاد أظهر الأسود. وتشهد السنة كلها لا نخشى الموت ولن نستسلم. ويشهد أيلول الأسود. ويشهد أظهر الأسود. وسأكتب في كل مكان في الكرسي الصوفي في الأزهى والجنان.
وارجم أعداءك بالنار.
Yeah.
This previous song was by Sheikh Imam, an Egyptian oud player and a composer as well. He worked a lot with Ahmed Fouad Negm. A lot of their songs revolved around the struggle in that time, in the 60s, 70s, and the 80s, especially against normalization with Israel. They were very active in a lot of communist movements as well around the Arab world. This previous track is a rare recording of his song, Ya Falastiniye, which was recorded at, I think, one of the anniversaries of the Lebanese Communist Party, sort of celebrations in Beirut. Next one is also Sheikh Imam. This one is Ya Insan. اتحرر يا انسان واتحدى ليل الطغيان ثور واتحرر يا انسان واتحدى ليل الطغيان خلي سلاحك فوق مرفوع لاجل تعيش كل الاوطان ثور واتحرر يا انسان يا مشرد جوا فلسطين وبدمك معجون الطين يا مشرد جوا فلسطين وبدمك معجون الطين وبتزرع في الحب سنين لاجل ما ياكلوه الغربان ثور واتحرر يا انسان يا عربي يا ابن الامجاد يا ناطق وحدك بالضاد يا عربي يا ابن الامجاد يا ناطق وحدك بالضاد وطنك في ايدين الاوغاد يا خسار الطمي الوديان ثور واتحرر يا انسان جرحوه الأنجاس والشرف العربي من داس بيتك جرحوه الأنجاس والشرف العربي من داس موت حر ومرفوع الراس ولا تحيا أبدا متهان ثور واتحرر يا إنسان ذل الأغراب وكرمت قدس المحراب يا رافض ذل الأغراب وكرمت قدس المحراب ده عدوك من جوه خراب وبوطنك قلبك عمران ثور واتحرر يا إنسان ثور واتحرر يا إنسان واتحدى ليل الطغيان ثور واتحرر يا إنسان واتحدى ليل الطغيان خلي سلاحك فوق مرفوع لاجل تعيش كل الأوطان ثور واتحرر
وحرر يا إنسان. نهار العصر منتسب إلى غدنا، نهار العصر يعرف أن عمق الجرح تأكيد لموعدنا، نهار العصر ثوار وأحلام يزينها دم الزيتون والغار. فيا أحلام يا أيام يا أطفال يا فقراء، يدا بيد كما كنا وما زلنا، فتسطع غابة الأضواء وتلك علامة في الأفق أنبأنا بها في الفجر أحرار. علامتنا قد انتشرت وباسم جموعنا قد هبت النار. عيل وعشاير هبت النار بشاير بشاير، والشعب واحد مش عيل وعشاير. هو القشر حن لعوده والثاي حالف ما يهدى تنحرر موطننا. وهبت النار يا
problems and create one for me. And when will I be free?
They told me everything about the Holocaust, but no one told me why I should pay the cost. They played wars and told me that I lost, and all the losers were forced to flee. You see, oh super white man, salam alaikum, how does it feel to solve your problems and create one for me? And when will I be free? Oh no white people, no need to be afraid, we're just escaping the mess that you made. We'll never play as dirty as you played. We love our countries if you just let us be. Oh la la la. Super white man, what about the black man? What about the brown man? What about the red man? What about the yellow man? What about the woman? What about me? Oh super white man, salamu alaikum, how does it feel to solve your problems and create one for me? And when will I be free? El police mish policena, el rais mish raisna, البوليس مش بوليسنا, الرئيس مش رئيسنا, البوليس مش بوليسنا, الرئيس مش رئيسنا, البوليس مش بوليسنا, والرئيس مش رئيسنا. لمين بدك تشكي لمين؟ لمين بدك تشكي لمين؟ لما البوليس مش بوليس والرئيس مش رئيس والقاضي مش قيادي, وشو ما تعمل عالفاضي. البوليس ما بحمينا, بحمي اللي بنهبوا فينا, راحت كل أراضينا, بس عنا سجون بتكفينا. البوليس مش بوليسنا, الرئيس مش رئيسنا, البوليس مش بوليسنا, والرئيس مش رئيسنا. وشو بدك تحكي ولمين؟ لمين بدك تشكي لمين؟ إنه البوليس مش بوليس والرئيس مش رئيس والقاضي مش قيادي, شو ما تعمل عالفاضي. لمين بدك تشكي لما ناس مفروض تحميكي, تتعلمي
So, for the last hour, we've been listening to a group of songs prepared by Salt, Kamel, as you've seen him at the beginning of the show. I'd like to salute him and tell him thanks for taking the time to bring together some songs from the first and second Intifada, and also it's an important thing to remind ourselves with that the resistance didn't just start. Recently, people have been fighting against the occupation for 75 plus years. So now is not the time to stop. Even if you're grieving, mourning, I've said it to my friends and I think it's important to say it here. Let's not let ourselves fall prey to the politics of mourning or grief. We can grieve, we can mourn, but this is the time for action. This is not the time to stop and be depressed about what's happening. If there is anything you can do, if you can put a word out there, that matters. Every little word matters in the grand scheme of things. So, yeah, I would like to start this next section with some words from one of my favorite poets, the Egyptian Amal Dunkul. This one is from one of his poems called, basically, the Book of Exodus. And this is the song of the stone cake. أغنية الكعكة الحجرية الإصحاح الأول أيها الواقفون على حافة المذبحة أشهروا الأسلحة سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة والدم انساب فوق الوشاح المنازل أضرحة والزنازن أضرحة والمدى أضرحة فارفعوا الأسلحة واتبعوني أنا ندم الغد والبارحة رايتي عظمتان وجمجمة وشعاري الصباح الإصحاح الثاني دقت الساعة المتعبة رفعت أمه الطيبة عينها دفعته كعوب البنادق في المركبة دقت الساعة المتعبة نهضت نسقت مكتبه صفعته يد أدخلته يد الله في التجربة دقت الساعة المتعبة جلست أمه رتقت جواربه وخزنة عيون المحقق حتى تنفجر من جلده الدم والأجوبة دقت الساعة المتعبة دقت الساعة المتعبة. موسيقى
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم 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 شعبي المرفوع في غزة وفي مرج عيون أحلي بلاد الثورة يكون لرائد شعبي المرفوع في غزة وفي مرج عيون أحلي بلاد الثورة يكون أي الشهداء شعب بحاله أي الشهداء شعب بحاله بدل الواحد خذ مليون أحلم للمدن العربية ثورات وشمس وحرية أحلم للمدن العربية
Next one is a poem dedicated to the martyr Basil Arash, who died at the hand of the occupation. This one is called Kitabu Barude. كتابو بارودة والحرية تصهى لكتابو بارودة هالسمرة زنودة والعيش كسابي لا تطلق زارودة كتابو بارودة والحرية تصهى لكتابو بارودة هالسمرة زنودة والعيش كسابي لا تطلق زغرودة فارس أصيلي حن اسمع صغيلك فارس أصيلي امضي وما تميلي عدربك نسيري وخطواتك دليلي يا وطن ما يبان إلا وردة في حضنه يا وطن ما يبان والعسكر جبان والرصاص بيشهد العسكر جبان رفاقك ما ينسون الوصية يا غالي رفاقك ما ينسون المعرفة ما تكون إلا بسندر جالي المعرفة ما تكون سمرة يا إمو وراسك للسماء سمرة يا إمو ورفقاته يغنوا سبعك من حنا رفقاته يغنوا
كتاب بارودة والحرية تصغى لكتاب بارودة السمرة زنودة والعيش كسبيلة تطلق زرودة بيو يحييه والصبا يردو باسل يا جبار والعازم زو النار ما من ذل هدو والعازم زو النار هيا على هيا باسل يدفع روحه لجلك وليا ويشهد عليا صوتي يا ويلي في ما ننسى الوصية كتابه بارودة والحرية تصغى لكتابه بارودة هالسمرة زنودة والعيش كسبيلة تطلق زرودة كتابه بارودة والحرية تصغى لكتابه بارودة This next one is also a poem of Amal Dunkul. This one is called La Tusalih, which means do not reconciliate in Arabic. This one alludes to a war that happened in the pre-Islamic time, the war of Al-Basus, but a lot of metaphors in this poem could be applied to what is happening today. So I'll just leave you with it for now. لا تصالح ولو منحوك الذهب أترى حين أفقع عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى هي أشياء لا تشترى ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك حسكما فجأة برجولة هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين تلك الطمأنينة الأبدية بينكما أن سيفان سيفك صوتان صوتك أنك إن مت للبيت رب وللطفل أب هل يصير دمي بين عينيك ماء أتنسى رداء الملطخة تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصب إنها الحرب قد تثقل القلب لكن خلفك عار العرب لا تصالح ولا تتوخى الهرب لا تصالح على الدم حتى بدم لا تصالح ولو قيل رأس برأس أكل الرؤوس سواء أقلب الغريب كقلب أخيك أعيناه عينا أخيك وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثكلك سيقولون جئناك كي تحقن الدم جئناك كن يا أمير الحكم سيقولون جئناك كي تحقن الدم جئناك كن يا أمير الحكم سيقولون ها نحن أبناء عم قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك واغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك لا تصالح ولو حرمت الرقاد صرخات الندامة وتذكر إذا لان قلبك للنسوة اللابسات السواد ولأطفالهن الذين تخاصمهم الابتسامة أن بنت أخيك اليمامة زهرة تتسربل في سنوات الصبا بثياب الحداد كنت إن عدت تعدو على درج القصر تمسك ساقي عند نزولي فأرفعها وهي ضاحكة فوق ظهر الجواد ها هي الآن صامتة حرمتها يد الغدر من كلمات أبيها ارتداء الثياب الجديدة من أن يكون لها ذات يوم أخ من أب يتبسم في عرسها وتعود إليه إذا الزوج أغضبها وإذا زارها يتسابق أحفاده نحو أحضانه لينالوا الهدايا
وينهو بلحيته وهو مستسلم ويشد العمامة لا تصالح. فما ذنب تلك اليمامة لترى العش محترقا فجأة وهي تجلس فوق الرماد؟ لا تصالح. ولو توجوك بتاج الإمارة كيف تخطو على جثة ابن أبيك؟ وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة؟ كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف؟ ابن سهما أتاني من الخلف سوف يجيئك من ألف خلف. فالدم الآن صار وساما وشارة. لا تصالح. ولو توجوك بتاج الإمارة إن عرشك سيف وسيفك زيف إذا لم تزل بذؤابته لحظات الشرف واستطبت حياة الترف. لا تصالح. ولو قال من مال عند الصدام ما بلا طاقة لانتشاق الحساب. عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار إن تتنفس ولسان الخيارة يخرس. لا تصالح. ولو قيل ما قيل من كلمات السلام كيف تستنشق رئتان نسيم السلام المدنس؟ كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها؟ كيف تصبح فارسها في الغرام؟ كيف ترجو غدا لصغير ينام وهو يكبر بين يديك بقلب ملكس؟ لا تصالح. ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام. واروي قلبك بالدم واروي التراب المقدس واروي أسلافك الراقدين إلى أن تجيب العظام. لا تصالح. ولو ناشدتك القبيلة باسم حزن الجليلة أن تسوق الدهاء وتبدي لمن قصدوك القبول سيقولون ها أنت تطلب ثأرا يطول. فخذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة. إنه ليس ثأرك وحدك لكنه ثأر جيل فجيل. وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة يوقد النار شاملة يطلب الثأر يستولد الحق من أضواء المستحيل. لا تصالح. ولو قيل إن التصالح حيلة إنه الثأر تبهت شعلته في الضلوع إذا ما توالت عليها الفصول ثم تبقى يد العاء مرسومة بأصابعها الخمس فوق الجباه الذليلة. لا تصالح. ولو حذرتك النجوم ورمى لك كهانها بالنبأ كنت أغفر لو أنني مت ما بين خيط الصواب وخيط الخطأ. لم أكن غازيا لم أكن أتسلل قرب مضاربهم أو أحوم وراء التخوم. لم أمد يدا لثمار الكروم أرض بستانهم لم أطأ. لم يصح قاتليدي انتبه كان يمشي معي ثم صافحني ثم سار قليلا ولكنه في الغسول اختبأ سبأة سقبتني قشعريرة بين ذي العين واهتز قلبي كفقاعة وانفتح وتحاملت حتى احتملت على ساعدي فرأيت ابن عم الدنين واقفا يتشفى بوجه لئيم. لم يكن في يدي حربة أو سلاح قديم لم يكن غير حقدي الذي يتشكى الظمأ. لا تصالح. إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة النجوم لميقاتها والطيور لأصواتها والرمال لذراتها والصبايا لزيناتها والقتيل لطفلته الناطرة. كل شيء تحطم في لحظة عابرة. الصبا بهجة الأهل صوت الحصان التعرف بالضيف حزنك حين ترى برعما في الحديقة يجلي الصلاة لكي ينزل المطر اللحظات المريرة حين ترى طائر الموت وهو يرفرف فوق المبارزة الكاسرة. كل شيء تحطم في نزوة فاجرة. والذي اغتالني ليس ربا ليقتلني بمشيئته ليس أنبل مني ليقتلني بسكينته ليس أمهر مني ليقتلني في استدارته الماكرة. لا تصالح. فما الصلح إلا معاهدة بين ندين في شرف القلب لا تنتقص. والذي اغتالني محض لص سرق الأرض من بين عيني والصمت يطلق ضحكته الساخرة. لا تصالح. ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ والرجال التي ملأتها الشروخ
هؤلاء الذين يحبون طعم السرير وانتطاء العبيد، هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ، لا تصالح، فليس سوى أن تريد أن تفارس هذا الزمان الوحيد والسماء فاز بيقول ممتاز وبيقول دير كاز، مين فاز مش فارقة، المهم توصل موجه من المغرب للشرق، شغل بنفس واحد يرمي 16 زلحق ونزل عالبيت ما بطلعش، سمعت الدرام كيف بلف كيف السم لما يتف، هلا همه بسبلف كيف عف عن طيزي، هالجواب لما يسألوا ليش ما بيغني بالانجليزي، مش وطني يا حكي موجه تقنيا توجع، روح عالجسر ترجع، رب طرط ونافع تجرب وتشجع، طوش بتتفزع، دفاتر بتتمزع، عالشباب تتوزع، عندك مشكلة معاه انت حلها، مشكلته هلا متحف التسامح فوق مملة، الوضع خطر من تالت سطر، كلام حلو زي القطر، كربولنا هالسطل، انعدى كم من رطل، 453 جرام وبرجع حلو الفضل، بيسرق اصواته بيجمع، سمو روبن هود الموسيقى بيسمع، بدو ينتف النوفو ريش، نزل عالمدينة وصار يلفلف عالبدو يعيش، مش عاجبه بيقفقف بيكفيش، كشف كرتو مساعد عفريش، بجيبته فيش بريزة، ما في خطة واضحة بلجأ للغريزة، مفترس فريزة بينهرس هريسة، نفسه بس ينتخب رئيسة، الشاب عطشان بدو زمزم، بس ما حينام في الغابة بلاش يتاكل هم هم، حاول يطلع المحيط لم لم لم، استفرغ لما اكتشف انه الدم دم 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 دم
شغف بلا كبسة بضل ضاوي بلا نكسة كما خلقتش بلا حبسة بدون واوي بجوز انا هلأ انكد وما بسمتش شغف متكور هي لكما قادم بعرف عشرة من غير ما دافش الرابط بينهم رباطي واضح ما في اي داعي ابدا نستنغش مش بس كتابي كمان انا بنفش طوص على منصة هناك انا بنفش لسه بس الميرك يجيب درامز هات نعرف انت في فاير اللي جاكم في الحفلة ده شغف الشعر الطويل هذا شلف شمسي واذا قصيته بكون للاسف مستسلم دايما عايش اكسر المثل ارسل اري في العين الزرق او الحسن غمزة لسه عم نترد حذر ان نفعت الذكرى لتحسن مستعمرة جنبه لبيتي مبسوطة على حالها من بعيد بتغاوز طلعت كبر سرطان على الجبل نفسها تنزل تطردنا نعارف دير نفسهم صار عادات وتقاليد وما فيش حدا مواطن هي صار في كمان شعور مشترك بين الناس للجوع وكره القارس شعور الخوف من اللي بيصير ولا شي مفهوم القطيع على بركة برافس كمان مع الداء انه هاي جيل انتسى وكفوف على الارض بتبع بستعرس اللي غلو لو تمارس بطلقة سيدة زي مفوز حكا بس دكيكا اسمها كبش عشاني بس ستيكا طفل مع العدة ورا بسلم فيها فرحة بتتجدد بسجل فيها نيت صافية في هاي الاغنية بتقدر تغسل فيها بكرة واليوم والامس مزيكا هسا انا شفتك وهسا نسيتك ورا بحكي مع حالي في المراي بقوله كل شي حلو فيك بس جنسيتك ايش يا اخوي من صوتك مبين مش مغسل ايدك كنت اقول لك تعال لاني مكسل اجيلك بس زلمة ترنت خلص اكس فيفا قلب مواضيع بلاش ما ينحرقوا مصير على الطريق اهدافنا بيختلفوا في كل التفاصيل لتعاتبني انه ما بدي نفس شي ازواقه بفترقوا كل هدب عني وحياتك خد منه اقوى حفلة مين بحياتك تقله من المجانين دو كاسة الويسكي الماتي مش ديسكو بس بل متنوع زي اوان قوس قزح اللي بتخوفك وتروعك ما بسامح اللي عملوه في ليبيا ولا العامله حالها متطوع هدي سيبك منها بدي تضوعك بقولك دهبه بدي جوعك شطاره الكذب منومه حضن عدو انا بوعدك في كل مكان تاخذ الارض بناخذ السماء تخطخ حواجز شجعان صواريخ المقاومه ستارلينك بطلنا نرمي حجار سبوتنيك نازلين على الحدود فاست لينك كل شي كريبتو دارك نت يا هات نلعب غميضه واحد اتنين ابو عبيده من غزة لحيفا اسمها بير السبع مش بير شيفا الوضع كتير محزن اخو هالشرموطة من بروكلين غرب كله استيطان مؤمن ما ضلش ولا اوبشن طاقات نازلة فاتح ستوري من بعيد بشوف شيوش داخلة حارات كاملة مش قابلة شو بسوي هون هو وين انا مخنوق وين انا مش بارانويا بس كله ضدي وين انا ببيع براند بخلي العالم تشفق طبقة بتلعب فش حق بلاشنا نزهق او نكلك الجوريثم مركز على شكلك حدود زيكزاك جابونا في الاحضان انا مع الكشمير مع الاقراض مع كولومبيا جبل النار وكل الاحرار انتصار على الاستعمار في حلقهم مسمار اسمها
بير السبع مش بير شافا. كان برتاح لوينها مشبح ما بيخوفنيش صدى الرياح ما بتخوفنيش العتمة بتاتا أنا اللي مخوفني معيش سلاح أنا اللي مخوفني حبة ودكاترة ما بسمعوش تركيزهم زاح كان برتاح لوينهم مشبح كان برتاح لوينهم مشبح كان برتاح لوينهم مشبح بعطيك الدغر أنا مش لماح شمطنا ولد أكتر من تفاح متعود على الحشرة من الاجتياح صرت أفكر حتى لو إنهم مناح تدريجيا بقلبوا واحد واحد تمساح خوفنا مش مؤقت لقد دق الباب ولا كتب وز قلبك خدك هلمواح اسمع يا أخوي ولا قولك خلاص انسى أكبر خوف من حدا زهقان بمزح أكبر عالم اللي مخرته حيوقع لا أكبر تيز أكبر سلامات من عنا وأنا تفكم بشبه تاع كندر بيرسر شكلي مثل أي ترورستا صرت أسجل بلا كتابة عتفطر لفت اللف 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 صار بقار مش من المديني شايفهم كفار مهبب مثلا أنا مش انفلونسر ماشي شوفي كم الحجر عم يشحر سألوني ولك وينو للرختار وينو للرختار كان برتاح لو انهم مشبح كان برتاح لو انهم مشبح روحي توسخت من افعالي ايوة من عميت من هالشي بيني على لوح جسد عيوني مشكلة يا ويلي رن على روحي يلا تعالي عنا طلع بالها طويل ندفع ثمن من ابو الغالي نحرق حالنا ايام نسيح روح الشر عنك يا حبيبي بيا ولا بيك يا مغريت الوجع فيا ولا فيك يا حبيبي تنطق حقه وبتخسر تن هيك انا قليل جن تقلق شادر اواق هاد فريند اسمه عامر برضو ابو شريك ملوش عالجو بس شايفه مهم تنطق حقه وبتخسر ايه بتخسر شن تخسر ني تخسر هن ودك الرافض يبطل يستعبد هن اسمع يا اخوي ولا قولك خلص اتشوف العام الماضي لعاتصل انا تشوف فتحوا ملف للجيل اللي ما نسوش الجيل اللي بكل تناقضات وخرسوا ما بيعرفوش طب حيعرفوا ما بيعرفوش دول ما بيعرفوا ما راح اروح ما بداش اروح شايف معظمكم تعلقوا شافوني الحجر حكوا فعلا هو ابو للاختار حكوا فعلا هو سلام عليكم شو عم تعملوا يا سلام عليكم لما تعرفوا كان برتاح لو انهم مشبح 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 لو انهم مشبح
بتصور ابيض واسود داخل براس اول سكول. عارفين ان الكوفية عربية بس والله المخيم مش كول، فبكفي استغلال واستهبال. مستشرقين جايين لهون بس وقفنا الاستقبال. فلاش بعينك هم استنى العودة مش ادغال، بتلبي احتياجات المستهلك زي يونيبال. فروح العب مع غيري هون بنرسم وجه الواقع على الجدران بدقة زي الدكتور خيري. داخل كأني بقرأ مقال عمعن اللي كتب له كلمتين مندعم. نعم 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 الطرف صك بلبس طوب فلسطيني وبيتبك يعني بيرقصك. تصحى من الكابوس بيقصك عكتاف الثقل. الشعب العربي لازم يستورد الثقة، وبالفلاتر يشوف الشمس مشرقة. حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش بفقاعات دمنية زي كيث دايتون. هيب هوب سينو جيم الشباب بعد بتخبص. الطاعيين موسيقيين على وحد مفاتيح بتكبس. قدام قدام ورا اكس اكس مربع اشعاعات الشاشة سببت له الدوخان والصدع وترضع. الوان قوس قزح وطلعت بضع بكياس ملان زبالة معالج وراثيا وطبع. وجود اسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي. نفسي بوجع هيك بس يخلع نيعي. فصب بنزين وولع زي الزردشت. ولك ليش تبلبشت وبتركيب كلماتك خربشت. لسه هلا بلشت لسه قبل شوي كنت واقف بتدور على الحاجز وتفتشت. فمن وين جاي اصلا؟ بكتبوا اسماء المناطق غلط اصلا. جوجل الكرة الارضية مجموعات مركزة حصرا. لا تحرك ساكنا ولا بتهز خصرا. وجاي تتفصحا بجيك زي الساموراي من زمن ايدو بشيدو بطعن. مقاطعة ليش دايما تحكي عن نفس الموضوع؟ وليش هيك قلب زنخ تضفق تاعك عجب لي بتقعد اسبوع؟ لاني بطلت تعرف احكي عم بموت من الجوع. لاني بحكي وبحس صوتي لسه مش مسموع. لو بقدر ارجع بالوقت ما بغير كتير، لانه زي اللي قبلي مش طالع بايدي يا كبير. واللي قسم كوريا قسم سوريا. ما ضلكش تلف وتدوريا بتكرش كارج زي دبوريا. لراتي عمي طب وانت مالك؟ فواكه رأس مالية بتسقط نظام في غواتيمالا. من أجل العدالة مش بالضبط تدخل خارجي ممكن يساعد أمثالك بس للضبط. فافتح فيسبوك واعمل لايك لشمعون بيرز عشان نفرجيك حقيقتك وبعدها بقعدك عائرز. فحص جينات طلعنا احنا اليهود الأصليين، معنات الشعب الله المختار. فلاسف طينيين من فلسف طين زي المستعمرين حابين يتخوتوا علينا بموضوع الدين. سم سوريا اي بوهيك شوف مش للترجمة. So the last few tracks were from the two founders of Ramallah Underground, also some of my favorite producers from Palestine, Asifa and Muqata'a. Check their work out, support Palestinian artists as well around you. Try as much as you can to center their voices, make their voices heard. For the rest of the show, I'm also going to be playing Mur Muqata'a. So stay tuned. شوف كل ملثمين طالعين حفلة هلوين. تلوين مرسيم عشمالك معالي أتومين. طلع مطاط بتشوف أعلان، طلع خطاط بتشوف أجوال. أخضر أحمر أصفر للنظام بتشوف أعوام. عوام بتمر خطابات بتمام ممثلين بتشوت. والشعب حر بالمظاهرات كل واحد قاعد بشقة. صورني منيح بركي بخد لي منصب وبترقى. ترفع الراية للدعاية بعد توصاية من التسلاية. يلا شعارات وهدفات عالدايرة. إعلام مسؤولية عن عملية ما نشخص فيها. الجزيرة معاك وضدك يا بتطويها يا بتطويها.
فيها. هل الهدوء يسبق العاصفة أم تليها؟ خيارين عن نفس الكبس حلوة هيخليها. بينقص موقف للقرار بيجي بستودع قبل الفرار. تبدأ المظاهرة بروحه كاميرات الاستئجار. قناص معين كلاشينكوف مسجن. بس لما دخل الجيش ليش ولا خشر مو طبيعي. فولاذ افتح خط نفاذ معك 140 حرف تثبت إنك للقضية مش شاف. من مثلث برمودا لدوار المنارة. تقسيم في كل حارة حطوا خليل الوزير في وزارة. حكوا وين على الله كانوا متنبئين للمستقبل. عدد السنين آخر النمرة 99 يهبل. هاي إجت الدورية السلطة الإسرائيلية. هاي إجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس هي هي. هاي إجت الدورية السلطة الإسرائيلية. هاي اجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس هي هي. اسمع تجدد الشاب صار ليبرالي. تردد يتقبل حكم انتقالي. تشدد تقسيم فدرالي. شرق اوسط جديد قلع ديكتاتور وتقبل اعتذاري. طيارة استطلاع وضو عاكس على الغيم. اللي على الارض مصاب بالغثيان زي ابو الغيم. دوريات مشتركة معيقة للحركة. بس مين بسترجي يفتح تمه كلهم خير وبركة. الحكي ببلاش بيقولوا ما في عليه ضريبة. اساليب للتحرير من نوعها الفريدة. مصطلحات مصطلعة احزاب مخترق. مجلس طلب تصور طوبل عن ابو الطرق. عدم ممانعة مناعة دول ممانعة. في البيك اب السباعة بيسكروا بوابة الجامعة. فلسطين تنقرض مستعمرات تقترب. بتجميد البناء تشطلت ولكن رجلين تنفلت. كلمة واحدة كلمتين بس كلمة مين اللي بتمشي. سموه سيد الموقف ايش داعي فيك شيف الدافينشي. طموحاتهم على الاكورة. بتقسيم السودان للسيطرة على تورا بورا. بدك تاخد محلي او مستورة برجوازية بساحة. ريحة الياسمين بشارع اخر زمن فايحة. في ليلة ما فيها ضوء قمر. بس نور اللوحات على السقف الهمر. شفنا الخبر بيت انخمر. يا اخ انجبر يدفع حق انهدم وفرم الله سمعوا الخبر. هاي اجت الدورية السلطة الإسرائيلية. هاي اجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس هي هي. هاي اجت الدورية السلطة الإسرائيلية. هاي اجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس هي هي. اسمع عنده حراسة عشان نعرف المفروض ينطلق. حكم وراثي بدل وقرافي بتيجي جرافي الى خلاخ. عيلة بتنخطف بيت بنهد غزة بتنقصف. اذا كل هاد مش عارف مين اللي لازم ينشلف حساب. بلشت كفاح كملت انتداب. امتداد للانسحاب. المفكرين وصار اللي بكتب كتاب بيتجوز. جمارك عالجسر شرطي لابس بوط مبوز. من شمال لجنوب فلسطين زي خط 90. خليك مخابرات تجيك وفيك مش تبهين. وحدة بتاكل دبسة ووحدة الشرطة بتسرق منها العدسة. علينا خلصنا من السياسات المتبسة. لأنه صار واضح العساكر خارجي قالوا مدرسة. وبعرف مين الفاسد كأني محاسب في الحكومة. جنود بلاستيك تحمي جنازتك ونصر شعار البومي. طبوا الخيمة وروحوا وحدة على الإزاعة. إجا الكرسي قفص أزرق على الساعة. ابن البلد صار يشتغل فزاعة. مسيرة الشعبية بدون الشعب نزلت على الساحة. أصلا مش عارف إذا كنا لسه بدنا نفس الشيعة. أيدونا لحيفة بس حتى بموقف ما بتشتريه. كله مستقطب مندوب طالع باللقطة. مستعربين جدد أو بلطجية إذا ضغطت. هاي إجت الدورية السلطة الإسرائيلية. هاي إجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس هي هي. هاي إجت الدورية السلطة الإسرائيلية. هاي إجت الدورية سمو محسومة وحاجز بس هي هي. So I'm replaying this track. This is Anadikum by Ahmed Tabor. Just a reminder, don't be passive.
can support people in many different ways. Talk to your Palestinian friends, learn from them, listen to their stories, center their voices. Support them as much as you can. They want you to be negative and passive. Don't give in to that. Be sad, but do something. We've seen too many wars in our lifetime to be passive at this moment. Use this anger for something. Speak up. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم. أهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي. وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي. أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي. وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم دمي على كفي وما نكست أعلامي. حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي. وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي. حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي. وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم 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 أناديكم. قطع عن عربي كنين نريد الازدهار نريد الاستنفار لا نعرف ما نريد وهذا الاستنفار نحكي كتير بس الاختبار انتظر ولسه مستنى منتهنى بشياء بسيطة عالم عبيطة وناس جيين لهم تفرق اسم خريطة على دماغك فقط لإبلاغك نرجو انتباهك حاطط ايدك عسلاحك فاضي ولسه الوقت بداهك شوف اعمل
المعروف واعترف بالمكشوف سياسة مشلوف كل شي تمام بس لو وجهك مألوف سجون فنون هجوم ديون رسوم علينا كلنا شوي وننسى كيف كنا ثم نذهب إلى الجحيم بماذا نستعين ولماذا نستهين باللي إحنا فيه كل شي عم بتحرك وقف بوجه اللي ضرك إذا بتتجرأ ما الناس عم تتفرق طبقات وطلقات توصيل مجاني مش ملحق طلبات بتكفيش اللي هنات مجهزين لك احتياط مخزون تحت البلاط مأسلين بالاضطهاد مش عاجبك دق راسك لينفجر كبر وصرت مفكر ممكن تنشر مواكن تعلمنا أماكن تسلمنا استهلاك بعضنا البعض سنوات تقلبنا واحد ورا التاني عطوها بتروحوا هدر بودي التف من هون للفجر أجدادنا من حاضر لنجر ماذا ستقول وهل تقاوم من أجل مزروعة في الدماغ علم النفس بيشوف نصائح حلقة بتصور مثل الحلقة فضائح تحكم أعطوكم خيارات بعدين تركم تختاروا تحت عتب السماح لهم وثاروا سياحة فتح حدود الباحثين فزاروا اقتباس شد الضوء وشوف كيف صاروا نتائج بشكل عام تقدر طول نهاره شد كمان شوي بتلاقيهم كلهم طاروا قوم احجار ولا هجار طلع جدار مكبوتة من كل ناحية بالصالحة للاستثمار فلأنت بدنا نضل نراضي انتفاضة انت فاضي اشغال ومفخر بانجازات الماضي اراضي انسان آلي بزرع حق الوهمي تكنولوجيا للزباين عم بتودي قدرة فهمي للمخططات واضحة اذا بتقرأ بين السطور بس محتل بيتك الصوتية تسمع الفطور ومنضل الشعب مقهور الشعب مدهور بايديولوجيات من الخارج فمنلف ومندور حال الشعر طريقنا وعر من لما تحددت رؤيتنا بعيد عن البحر والنهر بس بكل اعتزاز وبكل فخر من إيس حضرتنا من الأرض وهم فوقنا صقر برؤية شاملة من النيل للفرات كاملة فأم النصر Remember. كون جذري كون جذري أم هل ستبقى جالس مكتوف الأيدي وأنت تدري أم لسه بتدري You don't only want to cease fire بتلوم من طعم اللي بتحكوا عنه One can enter the occupation زهقنا براء تعسفية هي رسمية The goal is Palestinian liberation نمطية جابت أجلك بيّن خجلك بمصالح استأجلك كرامتنا وحضرتنا تأجلك قصتنا تسجلت ثقافتنا تهجلت طبيعة علاقة السببية بترمي أسطواني بتدل المستقبل تروي عشان تاريخ بس برضه حوصل المريخ أفكار بتلف كأنه دماغي عالسيخ فكل مخنا تشبع بالآخر كله بدفع هرم بعينا مين لوين والعالم كله بسمع خراف فاضي في محامي بس مين القاضي دروف بيضيع عايشين بمقابر وكتير روابي مجال لفيضان سلام اقتصادي شريطة حمرا خلص للمية تفوت باري ففت مصاري بس طالما الأكسجين بفوت مخاري قراري سأعمل حتى العودة إلى دياري واقف عتل الصيحات بهدوء والشبك مخزوق شعور الاطمئنان غير مسبوق خلف باب غير مطروق كنز من غير صندوق ما في امل معلومات من مصدر غير موثوق I'd like to thank a few people. First and foremost, to Kiosk Radio and especially Bia for giving us the first slot, and for the Misfit people for giving us the second slot. Remember, there's a protest on Sunday at Schumann. Be present. Let's show them that there are many. Make your voices be heard. And speak up for Palestine, speak up for Gaza, speak up against oppression as much as you can. You can do something. Don't be passive. Don't give in to how they want you to be. There's always something you can do. If anything, talk to a Palestinian if you can. They have a lot to teach you.